سيادنا مرحبا بكم معنا في البث المباشر على قناة شوف تيفي واللي خلال مشاهدينا وإياكم كنطابوا لكم آخر المعطيات والمستجدات المتعلقة بمرض كوفيد 19 ببلادنا، ودائما الغاية ديالنا مع هذا اللايف هو أننا نكون قابل لكم وننقل لكم جميع الأجواء وجميع المستجدات المتعلقة وجميع كذلك الأجواء اللي كتبغيو تعرفوها على المستجدات ديال الكورونا. اذا اليوم تم تسجيل 55 حاله مؤكده جديده بمرض كوفيد 19، ليرتفع العدد الاجمالي في بلادنا الى 4120 حاله مؤكده مصابه بمرض كوفيد 19. بالنسبه للمتعافون كاين 695 حاله، بالنسبه للوفيات 162 حاله. اذا اعيد واكرر، تم تسجيل 55 حاله جديده خلال هذا 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4120 حالة مؤكدة مصابة بمرض كوفيد 19. بالنسبة للمتعافون 695 حالة، بالنسبة للوفيات 162 حالة. إذا مشاهدينا هذه كانت الحصيلة الوبائية لمساء اليوم، ودائما من خلال قناة شوف تيفي كنحاولوا باش نقربكم من كل المعطيات والمستجدات المتعلقة بمرض كوفيد 19، ودائما من خلال هذا البث المباشر اللي منه كنحاولوا باش نوصلوا لكل المشاهدين واحد الرسالة اللي هي نبيلة، أننا نزيدوا نقصوا في الدار ونزيدوا نصبروا ونزيدوا نلتزموا بالتوجيهات والتوصيات اللي كتعطى لنا من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، كذلك نغسلوا يدينا، نحافظوا على مسافة الأمان بيننا وبين وليداتنا في المنزل، وأكيد إن شاء الله إذا تبعنا التعليمات والتوصيات اكيد ما غادي يكون عندنا حتى شي حاجه، وغادي نتغلبوا على هذه الجائحه وغادي نرجعوا للحياه اليوميه ديالنا قريب من الاوقات، ولكن الى التزمنا بالحجر الصحي وانضبطنا بالتوجيهات وكنا قد المسؤوليه وكنا كنصبروا وكنا كاملين كنتحدوا، لان كنعرفوا حنا المغاربه كاملين كنصبروا خصوصا في هذه الجائحه. اذا ما علينا اننا نزيدوا نصبروا ونزيدوا نتبعوا التوجيهات والتعليمات اللي كتعطى لنا من وزاره الصحه ووزاره الداخليه. يعني قبل ما نختم كنشير على ان تم تسجيل هذا اليوم 55 حاله جديده مؤكده بمرض كوفيد 19، ليرتفع العدد الاجمالي بالمملكه الى 4120 حاله. بالنسبه للمتعافون 695 حاله، بالنسبه للوفيات 162 حاله. اذا نتلاقاو في لايف واحد اخر باش نقابلكم اخر معطيات. تبارك الله عليكم.